نرى منذ عهد الحماية سنة 1912 ان يقع الاحتلال او الاستعمار على الملك العمومي فوق الرمال. اتصلنا بالناس من طنجة حتى الكويرة، واش في لابلاجات ديالهم كاين شي واحد يقدر يدير الاسمات اللي تيقول لك اودي عندهم الحق، ولكن من حيث الى كان البناء خفيف الى كان مش كثار على اجيب شوف قرطوشي راه معانا. لا راه حتى هو يناضل اخوان، لا شوف السي القرطوشي معانا والاخوان كلهم معانا، وهي رسالة واحدة لأن هذه الوقفة ليست موجهة من حزب أو نقابة أو حركة أو جمعية، بل هي لجميع الصويريين. وما دام السي محمد القرطوشي أنه صويري وحتى هو يدافع على القضايا من بين هذه القضية هذه، فمرحبا به. لا لا بالعكس، نحن صويريون، احنا اللي تندفعوا على قضية ديال الملك العمومي اللي هو باين كاين واحد الاحتلال الملك العمومي اللي ما تيصرفش عليها تلوطين لا في قسم الجبايات واحد المعدل تاع 500 درهم. حنا بغينا غير الا كان قانون الدستور واصل فيه يقول ان المغاربه سواسيه امام القانون، بغينا سيدي تكون غير السواسيه. حنا بغينا ديك السيده اللي تهدمات ليها الطبق العلوي ديالها في السقاله وجاها امر قضائي يجي حتى على هادو. حنا ما غنطنفنا حتى شي حاجه اللي هي كثيره، حنا غير تطبيق القانون هو اللي بغينا. نعلموا بان الشرط الثاني من الكورنيش انه في خروقات غير محصوره. الخرق الاول اشنا هو؟ الخرق الاول هو انه لا يطابق التصميم، لان هذا الشانتي كان في التصميم تيدي وتيجيب ولا غير تيجيب. علاش الاخوان باش تفهموا الله يجازيكم بخير، تيجيب باش الا كان تيجيب وما كانش تيدي غادي يخلق لنا مواقف السيارات. هاد المواقف السيارات غادي يخرج منهم واحد الاجير اللي هو تيخدم نيت في داك لوطين ويستعملوه انه تيستخلص من عند مالين الطوموبيلات اللي تيجيو انهم يزوروا هذا الفندق هذا ويولي تيتخلص على مره واحده، ولكن في نفس الوقت يستغل موارد من الملك العمومي ديال الدوله وما يخلصوا ما عليه حتى شي حاجه. هذه الاولى. ثم الثانيه اللي كنشوفوا في التصميم واحد النافوره الا كانت بانت لكم الاخوه اللي في الفيسبوك راه مشات ما كايناش جوج، واحد جوج النافوره ولا كانوا هنا ما عرفناهمش. حنا اللي تنعرفوا على الكوتي بلاج، تنعرفوا على الكوتي بلاج هو انه كان هذا بوحده، ولكن على اليمين ديالو تحتل وعلى اليسار تحتل وعلى الامام تحتل، بل الرمال حتى هي تحتلت. وهذا راه عيب وعار، حنا راه بينهم يلعبوا هنا في لابلاج ما عندنا مشكل. هذا حتى اي صويري شي غدار ان شاء الله يبغي يلعب هنا ولا يوقف تما كاينين لي سيكوريتي اللي غادي يجريو عليه. اذا الى اليوم غادي يجريو علينا من هنايا راه خصكم تعرفوا الضوابط اللي غادي يجريو علينا من الصويره كلها. انا اناشي المسؤول الاول اللي هو السيد العامل انه اللي تكون لجنه مختصه، اذا كانوا هاد الناس خارقين خصو يبان الخرق، واذا ما كانوش اسيدي خارقين راه